مكملين لقاءاتنا. واحد بقى من نجوم الفريق خارج الملعب اللي هو خالد ابو زينه المدير الاداري للفريق، يعني الف مبروك الفوز والف مبروك طبعا اداء الفرقه، واعتقد مجهود اكثر من رائع خاصه من الجانب الاداري وتنظيم معسكر في اسماعيليه من قبل البطوله كمان بيومين. الحمد لله رب العالمين، ربنا كلل جهودنا بالنجاح، وطبعا ده البطوله دي تعتبر استعداد وتمهيدي للبطوله العربيه. البطوله العربيه بطوله قويه جدا تمام، وهيبقى فيها فرق ومستعانين كل فريق باتنين لعيبه اجانب، فدي يعني اكبر محك لينا كاننا عملنا معسكر خارجي ان احنا بنلعب البطوله دي. احنا عاملين 5 ماتشات في اقل من اسبوع، فباذن الله ربنا هيكرمنا والنصر مكلل لينا باذن الله. وطبعا احنا يعني فرقه النادي الاهلي فرقه اللي حاصله على 8 بطولات عربيه، فاحنا دايما عايزين نحتفظ بيها، وخاصه ان هي هتتلعب في مصر. اول حاجه انا ببارك لكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمجلس الموقر اللي معاه كابتن خالد العوضي، بشكر الجمهور اللي محالفنا في كل مكان، وده طبعا يعني السند بتاعنا، فربنا يا رب يكرم. واللعيبة طبعا كانت على قد المسؤولية، وربنا يا رب يوفق الجميع. شكرا وبالتوفيق ان شاء الله، مستنيين مزيد من البطولة بإذن الله. ان شاء الله، شكرا جزيلا لقناة النادي الأهلي اللي متابعانا في كل حتة، شكرا. كابتن هيثم، ده كان جانب من لقاءاتنا وتغطيتنا بعد فوز النادي الاهلي وبطوله السوبر المصري للكره الطائره. هنشوف مراسم التتويج وباذن الله مكملين لقاءاتنا وتغطيتنا من هنا من صاله قناه السويس. كلمه على كابتن، اتفضل.